السلام عليكم إخواني الكرام. اليوم في هذا الفيديو إن شاء الله سنتكلم على مباراة التعاقد والاستعداد لها، يعني طريقة الاستعداد. لأن يعني بزاف تاع الإخوان اللي ما عندهمش تجربة في التعليم، ما خدموش في مدارس خاصة، يعني ما عندهمش واحد التجربة، ما عندهمش واحد الفكرة على هذه المباراة، اش ندرس ليها، اش نبريباري ليها. يعني مازال كاين واحد مشوشين، ما عارفينش منين يبداو. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا نساعدوكم، واي تساؤل كان طرحوا علينا وحنا غادي نحاولوا ان شاء الله نجاوبوا عليه. اذا بالنسبه لهذه المباراه سنحددوا 4 خطوات. اولا خاصنا نطلع على الاطر المرجعيه، نكتب في جوجل اطر مرجعيه لمباراه التعليم، كيعطيهم لي هذا المطور. الاطر المرجعيه هي عباره عن ماذا؟ هي عباره عن مواصفات الاختبار، يعني مثلا الاختبار تاع اللغه العربيه ديال مباراه التعاقد، ها المواصفات اللي بغيناهم فيه. اللي كتقول الوزاره خاصة مثلا هاد الامتحان خاصو يتطرق لكذا، خاصو يتطرق لهذه البيداغوجيات، خاصو يتطرق مثلا مثلا العلوم التربيه، خاصو يتطرق مثلا المستجدات في التعليم المغربي، خاصو يتطرق. هذا هو الاطر المرجعيه، يعني انا تكون عندي واحد الفكره، يعني الامتحان علاش غادي يتكلم، ولا فاش كيدور هذا الامتحان هذا، علاش، اشني الاجواء والمواضيع اللي كيتطرق ليها. ثانيا من نطلع على الاطر المرجعيه كنجي المواد علوم التربيه، مواد علوم التربيه نحاول نركز على واحد جوج المراجع وما نكثرش المراجع. اول مرجع الاول هو الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي، راه حتى هو كتبته في جوجل كاين، نراجعو مزيان، فيه البيداغوجيات، فيه الكفايات، فيه مجموعه من الاشياء اللي كتعلق بالتعليم المغربي. كاين عاوتاني كتاب مفيد في التربيه، حتى هو ندير التحميل ديالو من الانترنيت، في مجموعه من المعطيات. وكما قلت لكم ما تحاولوش تكثروا المراجع بزاف، لان غادي تبقى عليه واحد المشكله، واحد الكثره ديال المعارف والمعلومات قدرت ما نستافد منها حتى حاجه. يعني نفضل جوج المراجع هما اللي نعتمد عليهم يكون خير ان شاء الله، ونحاول ما امكن نلخص اي حاجه قريتها نلخصها في واحد الكتاب ولا الدفتر يكون حدايا، ونلخص فيه اي فكره ولا مصطلح قريته ونلخصه. ثالثا تكلمنا على الاطر المرجعيه، تكلمنا على المراجع وعلوم التربيه. ثالثا بالنسبه للتخصص، بالنسبه للابتدائي كتطرح فيه اسئله عموما ما كتجاوزش المستوى السادس حتى الاعدادي، يعني ما كتفوتش هادو، يعني مثلا في اللغه العربيه مثلا البدل، المستثنى، النعت، يعني الدروس اللي كتقراو في المستوى السادس حتى الاعدادي نحاول نراجعهم. ايضا في الفرنسيه مثلا الديسكور، يعني بزاف تاع الدروس اللي كاينه من السادس حتى الاعدادي دي نحاول نراجعهم، وهنا فين كتطرحوا الاسئله. وبالنسبه للتخصص سواء كيكون اسئله في التخصص يعني اللي دفعت ليه انا، يعني مثلا واش فيزياء، واش علوم طبيعيه، واش عربيه، واش فرنسيه. رابعا وهي نقطه مهمه جدا، هو الاطلاع على المباريات السابقه، نشوف المباريات السابقه ديال 2013 2014 2015، لانهم هما فين تم تحديد البرنامج ديال الامتحانات الجديد وهو كاسيام. يعني نختار واحد الاجابه من عده اختيارات. هنا ملي كنقرا هاد الاسئله النماذج على المباريات وكنطالع عليهم، كتكون عندي واحد الفكره على الطريق اللي ديال الامتحان، يعني الامتحان فين كيسولوا، فين كتطرح الاسئله، اش خاصني نراجع. هنا كتكون عندي واحد الرؤيه شامله على الامتحان، وما كيبقاش داك الغموض عندي. اذا نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يفيدكم، وما تبخلوش علينا بالتعليقات ديالكم ولا اي تساؤل، ونحاولوا ان شاء الله نجاوبوا عليه. وبالتوفيق وشكرا لكم جزيلا.